في محاولة لطرح شح المياه الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية للنقاش ومحاولة إيجاد بدائل لذلك، يأتي عقد هذا المؤتمر حيث تقام 6 مشاريع لمعالجة المياه الملوثة لتصبح صالحة للري أو الشرب. بيسلط الضوء على مشكلة أساسية اللي هي مشكلة الصرف الصحي في الريف وإمكانية الإمكانية الكبيرة لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة. فهذا البرنامج في 3 مشاريع في 6 قرى فلسطينية. المؤتمر الذي عقد برام الله سلط الضوء على الدور الذي يلعبه الاحتلال في إعاقة بناء محطات الصرف الصحي، إلى جانب سيطرته على أكثر من 80% من مصادر المياه المخصصة للفلسطينيين. نحن حالنا للأسف يعني سيء، طالما أن هذا الاحتلال يجثم على صدورنا يصبح التخطيط أيضا صعب. ولذلك يعني شكرا للاتحاد الأوروبي الذي يمول هذا البرنامج، لكن نحن نحتاج الاتحاد الأوروبي والدول من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلاله. ويطالب البعض السلطة الفلسطينية باستغلال الاعتراف الأممي بها من أجل عقد اتفاقيات جديدة تنصف الفلسطينيين في حصتهم من المياه وتلغي الاتفاقيات القديمة الموقعة مع الاحتلال. الاتفاقيات المرحلية التي تم الاتفاق عليها تصبح يعني أو أصبحت لاغي بحكم الزمن، لأنها كانت اتفاقية مرحلية حتى عام 99، يعني بعد 99 غير نافذة، وبالتالي يحق للسلطة الفلسطينية أو يمكن للسلطة الفلسطينية تبديل هذه الاتفاقيات وإلغاها، وبالتالي الذهاب إلى اتفاق على شروط جديدة وطبعا بظروف أفضل. وتقول سلطة المياه إن استمرار إعاقة الاحتلال لمنح التصاريح لبناء محطات الصرف الصحي يحرم من استغلال المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني وبخاصة القادمة من الاتحاد الأوروبي. من رام الله أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن. سيد جون جاتروتر ممثل.